السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم بجلستنا أو بورشة عملنا اليوم المتعلقة بموضوع مهم جدا يهم اللي توهم بادئين في هذا العالم الجميل اللي احنا نسميه عالم ريادة الأعمال. أخوكم بندر الجنيدي، مستشار ومدرب معتمد في ريادة الأعمال، عضو الجمعية الأمريكية لمستشاري المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أنا سعيد جدا في وجودي معكم الآن. قبل ما نبدأ أبغى أتأكد أن الصوت واضح والصورة واضحة، فأتمنى تسولي رايز هاند عندكم في الأيقونات اللي تحت إذا الصوت واضح والصورة واضحة، أتمنى تسولي رايز هاند. شكرا، الله يعطيكم العافية. طبعا اليوم راح نتطرق في جلستنا هذه، وبالذات اليوم هذا مخصص ضمن الجدول. لو تشوفوا الجدول الخاص بالجلسات التدريبية في موضوع معين لكل يوم، واليوم موضوعنا يتعلق بأسلوب حياة رواد الأعمال أو اللايف ستايل الخاص فيهم. ففي مواضيع متعددة يمكن شفتوها مع الزملاء اللي طرحوها قبلي، وفي لسه مواضيع بعد هذه الجلسة وكلها تدور حول هذه المسألة وحول هذا الموضوع. في جلستنا هذه راح يعني نتخصص في مسألة إيش الصفات والسمات اللي في رواد الأعمال واللي تميزهم عن غيرهم، وليش هذه الصفات مهمة وضرورية، وكيف راح تساعدهم في رحلتهم الريادية. طبعا عندنا من ضمن الأيقونات، انتم استخدمتوا الرايز هاند، في عندنا أيقونة ثانية اللي هي مكتوب عليها الكيو اند اي. اي سؤال عندكم اتمنى انكم ما تترددوا، احنا قاعدين نتكلم، تطرحوا اسئلتكم في الكيو اند اي. راح نخصص يعني وقفة او وقفتين في خلال الورشة هذه في ان احنا نجاوب على الأسئلة اللي تطرحونها. اتمنى لو البرزنتيشن واضح بالنسبه لكم كمان تسوي لي رايز هاند بس عشان اتاكد. نمشي خطوه خطوه معاكم، ممتاز. طيب يلا نشوف ايش الاجنده اللي عندنا اليوم. هذه اجندتنا، حنتكلم على بدايه مفهوم رياده الاعمال بالنسبه للناس اللي اول مره يحضرون هذه الجلسات التدريبيه، يعني كذا مرور سريع لمده دقيقتين على المفهوم. حنسأل سؤال مهم، وأحد الأسئلة اللي دائما فيها جدل، إنه هل يولد الريادي أم يصنع؟ وعندنا سؤال مهم بعد، أو عندنا أمثلة لرواد أعمال سعوديين، وعندنا أسئلة تتعلق بمن هو رائد الأعمال، وراح نتطرق لتعريف رائد الأعمال، وراح نشرح سمات رائد الأعمال الناجح. في كمان عندنا تمرين في الأخير بنسويه، تمرين جيد وراح يفيدكم أنتم على المستوى الشخصي اللي احنا نسميه تمرين التوازن، وحنشوفه مع بعض. إذن هذه هي أجندتنا لليوم، حنحاول إن شاء الله نعطي كل أحد المواضيع هذه كذا وقت مناسب، ونحاول كمان نرد على أسئلتكم بإذن الله تعالى. طيب نبدأ في مسألة ريادة الأعمال والتصور الريادي بشكل عام، يعني مرور سريع على ريادة الأعمال. قبل طبعا ما أعطيكم تعريف ريادة الأعمال، هذه أحد بصراحة السلايدات اللي أنا أحب دائما أستعرضها ودائما أحب أتكلم فيها، لأنه تذكرني بنفسي كثير، بالذات قبل ما أتعلم وقبل ما أدخل في هذا العالم، أنه دائما خطتنا أو الواحد أي أحد فينا لما يجي يخطط عادة كذا يخطط بشكل أفقي، بشكل انسيابي، أنه مثلا أنا درست ثانوية ولا شيء، خلاص السنة الجاية بدخل الجامعة، واحدة اثنين ثلاثة أربع سنوات خلاص بتخرج، والسنة اللي بعدها على طول وظيفة، وبعد السنتين ثلاثة الوظيفة مثلا بتزوج، وبعدين بعدها بأربع سنين بأخذ لي بيت. خلاص هذه خطة، يعني هذه خطة. وحتى يوم يتوقع، يعني حتى لو في أحد قال هذه القصة نقول ما شاء الله عليك، خطتك رائعة جدا، ما شاء الله أنت عارف وين أهدافك وعارف وين بتوصل وكذا. دائما يعني ينظر للتخطيط بهذه الطريقة، أنه جميل جدا ما في أي صعوبات، ولكن هل هي فعلا كذا الحياة؟ هل فعلا هي الخطط بالطريقة هذه تصير؟ وهل فعلا كل شيء يتم بهالطريقة؟ أنتم إيش رأيكم؟ يعني أبغاكم تتفاعلون معي شوي كذا وتقولوا لي إيش رأيكم. اللي يشوف إنه التخطيط بهذه الطريقة جيد وصحيح وفعلا الأمور تمشي على حسب الخطط اللي إحنا نسويها ونجتهد ونشتغل عليها، يسوي لي رايز هاند. يعني اللي يشوف إنه الطريقة يعني كذا هذا أسلوب تخطيط، يسوي لي رايز هاند بغض النظر عن إذا كان هذا، يعني بغض النظر إذا هو صح أو خطأ، إذا أنت كنت تخطط بالطريقة هذه قل لي أنا على الأقل على أساس
انه نحاول نواجه هذه المسألة ونشوف كيف الواقع، هل هو فعلا زي كذا ولا لا. طيب في بعض الاشخاص ما شاء الله تشجعوا انهم سووا لي ريز هاند، وانا اشكركم جدا. اذا الواقع مختلف تماما يا اصدقائي، مختلف تماما، هذا هو الواقع. الواقع مختلف تماما عن اللي يجي في بالنا. اللي يجي في بالنا الخط ماشي، الطريق تمام، الامور اوكي، هي مساله وقت، مجرد انه انا احضر واشتغل واخلص بروح للمرحله اللي بعدها. بينما في الواقع وبالذات في عالم رياده الاعمال هذا هو شكله بالطريقه هذه. ما في الا عندك حفر وعندك جبال وعندك منخفضات، وفجاه تلقى بحيرات، وفجاه تلاقي عواصف، وتلقى اشياء كثيره. ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات تظل هناك طرق تخلينا نوصل لأهدافنا. ومن أبرز الأمور اللي يمكن تشوفونها الآن في هذه الصورة، أنه بالرغم من هالحفر وبالرغم من الأشياء في موارد طبيعية وفي حلول صارت. إذن الحياة فيها مشاكل كثير، ولكل مشكلة لها حل، وغالبا الحلول من الموارد المتاحة عندنا في الحياة. فإذا تشوفوا هذا المثال، هذا اللي راكب الدراجة يوم جاته الحفرة وش سوى؟ راح جاب من نفس موارد الأرض حجار حطها في هذه الحفرة ومشي فوقها. ويوم لقى مثلا خندق كبير ولا حفرة كبيرة، مش مجرد حفرة تحط فيها حجار، راح قطع من الأشجار وسوى تلفريك وسوى عمودين وسوى حبل وانتقل. ومن نفس الأشجار ومن نفس هذه الموارد راح صنع سفينة ومشي فيها وتخطى هالمرحلة وبقية طبعا الصعوبات هذه كلها حتى وصل. إذن هنا في شغلة نبغى نتعلمها، شغلة بسيطة جدا، أنه أو شغلتين، خلينا نقول شغلتين مهمة جدا. الأولى أنه الحياة مو بالبساطة اللي احنا قاعدين نتخيلها، والتخطيط مش بالطريقة الانسيابية هذه اللي هو والله أنا هنا وبوصل هنا وخلاص هي مسألة وقت ووصلنا. لا، لازم يكون في توقع لكثير من الصعاب اللي تحتاج لصفات وسمات معينة تخليك تقدر تتخطى كل هالتحديات وكل هالصعوبات. وكمان في صفات لازم تتوفر فيك رائد أعمال تخليك حتى تفكر خارج الصندوق، تشوف الاحتمالات في كل الموارد اللي حولك، سواء كانت موارد بشرية، مالية، تقنية، كل الموارد المتاحة أمامك، وتحاول تستخدم هذه الموارد وتسخرها وتحسن تشغيلها بطريقة تحل المشاكل وتسد الاحتياجات وتتخطى هالتحديات حتى توصل إلى هدفك. فأتمنى تكون المسألة واضحة. هي هذه مقدمة فقط لأجل نحن قاعدين نتكلم على المفهوم الريادي. إذن عالم ريادة الأعمال ما هو عالم وردي، ولا هو عالم بسيط وجميل زي للأسف ما الكثير يشرحونه. هو عالم صعب، هو عالم محفوف بالمخاطر، هو عالم فيه الكثير من التحديات. كل هذه الصعوبات والتحديات بقولها من باب أنه لازم تكون مستعد عندك من المهارات ومن الصفات اللي لو ما كانت موجودة هذه المهارات تبنى، تقدر تبنيها على أساس أنك تكون مستعد وجاهز إلى أنك من خلالها تتخطى كل هذه التحديات. إذن ما هي ريادة الأعمال؟ خلينا نشوف التعريف كذا على السريع. هي ببساطة تصميم إطلاق تشغيل شركات جديدة اللي هم نقول عليها ستارت اب، تمام؟ وغالبا ما تكون في البداية شركات ناشئة. شركات ناشئة أو شركة ناشئة أو منشأة ناشئة، هذه اللي يقال عليها باللغة الإنجليزية ستارت اب، يعني توك طالع ولكن بأسلوب ريادي. التعريف هذا هو التعريف البسيط، ولكن تدخل فيه أمور كثيرة. في تعريف آخر يقول إنها هي العقلية التي تسمح لك برؤية الفرص. شفتوا أول الصورة هذه اللي وريتكم فيها، فيها حفر وفيها جبال وفيها الكثير من التحديات. هذه كلها أشياء راح تواجهها في حياتك وفي الواقع، ولكن لما يكون عندك العقلية اللي من خلالها تشوف الفرص في كل مكان، الموارد المتاحة وكيف ممكن تستخدمها للتخطي هذه التحديات ولإيجاد حلول للمشاكل، هذه هي العقلية فعلا الريادية. قد تكون فكرة عمل تجاري، يمكن أن تكون رؤية الاحتمالات لدى الأشخاص اللي يقدروا يساعدونك في تنمية هذا العمل التجاري، وهذا تعريف آخر. إذن ببساطة ريادة الأعمال هي أنت بتنشئ عمل حر، ولكن بأسلوب مختلف عن الأسلوب التقليدي، لأنه في اختلافات كبيرة ما بين الريادي والتقليدي. يتسم بالإبداع، وهنا أنا أقول مختلف، يكون في إبداع ويتصف بالمخاطرة. هذا معناه أنه أغلب الأعمال التقليدية اللي ما فيها مخاطرة، اللي ما فيها
كلاسيكية عادية جدا، هذه ما تعتبر ريادية، لكن اللي تتصف بالمخاطرة هي اللي تكون أكثر قابلة للتوسع، قابلة للانتشار، تقدر تكبر على مستوى عالمي. عشان كذا كل ما زادت المخاطر تكون في زيادة في الانكم أو في المنافع. وهذا يمكن تعريف سريع بس أبغى يرسخ في أذهانكم في حال أنه بتحاولوا تسترجعوا مثلا وش ريادة الأعمال أو وش هو المفهوم أو وش هو التعريف، فهذه كلمات بحث تساعدكم أنه هو عمل حر إبداعي يتصف بالمخاطرة. طيب هذه بس كانت وكان مرور سريع على مسألة مفهوم ريادة الأعمال. الآن خلينا نتطرق أو نروح لموضوعنا الأساسي اللي اليوم إحنا جايين على أساس نتكلم فيه، سمات ومهارات رائد الأعمال. وراح نبدأ بالسؤال الأكثر جدلاً هذا اللي هو هل يولد الريادي أم يصنع؟ وأنا أبغى أشوف إجاباتكم في أيقونة الـ questions and answers. قولوا لي إيش رأيكم؟ قولوا لي إيش رأيكم؟ هل يولد الريادي أم يصنع؟ طبعاً كان في أسئلة برضو مشابهة لهذا السؤال بالنسبة للقادة، برضو كانوا يسألوا نفس الجدال، يقولوا هل القائد يولد أم يصنع؟ خلينا نتكلم هنا عن الآن رواد الأعمال. هل رائد الأعمال بالضرورة أنه لازم يولد رائد أعمال؟ لازم أبوه يكون رائد أعمال أو والدته تكون رائدة أعمال؟ لازم يكون من عائلة كلها مثلاً تجار رواد أعمال؟ ولا ممكن يكون فقير ويصير رائد أعمال؟ أو ممكن بين الاثنين؟ ما أدري، إيش رأيكم؟ أنا أبغى أسمع منكم أول. خليني أشوف الإجابات. ما شاء الله ماجد يقول يصنع، في شخص ما كتب اسمه يقول يولد ويصنع، أريش تقول أتوقع يصنع، نوف تقول يولد ويصنع. شوفوا إجاباتكم كلها صحيحة، تمام، والأصح فعلا أنه مثل ما تفضلوا بعض الأخوان والأخوات اللي قالوا يولد ويصنع، وفي واحدة من الأخوات تقول أحيانا من صغره في علامات تدل على أنه مثلا ريادي أو قيادي. هو الإجابة فعلا الصحيحة أنه يولد ويصنع. يولد لأنه بياخذوا جينات كثير، يعني بالذات لما الأب أو الأم يكونوا أذكياء أو عندهم من السمات والصفات اللي حنشوفها اليوم، فتأخذ هذه جينيا، وكثير من الدراسات أثبتت هذا الشيء. وشفنا يعني مثلا تلقون تاجر عياله كلهم طلعوا تجار، علمهم أبوهم إيه علمهم، ولكن التعليم لحاله لا يكفي، في من المهارات ومن الصفات اللي لازم تكون موجودة في الأشخاص لأجل أنهم يكونوا رواد أعمال. وحنشوفها ترى ما هي صفة ولا صفتين، ترى حقيقي اليوم بعد ما تنتهي هذه الجلسة راح تشوفوا قديش من المهم جدا الواحد ينتبه يوم يجي يقول كلمة أنا رائد أعمال أو لا. لأنه في ناس كثيرين يقول أنا رائد أعمال وهو لا، يعني ما هو عارف وش يعني ريادة، ولا في نص الصفات اللي المفروض تكون في رائد أعمال ما هي موجودة فيه. الريادي يولد زي ما قلنا، وكذلك يصنع، لأنه شفنا الكثير من الأمثلة من ناس كانوا فقراء أو من عائلات فقيرة ولكنهم، وأمثلة كثير جدا بالذات الستارت أبز بالذات اللي طلعت في آخر 10 أو 15 سنة وحتى قبلها، يعني مو بس مؤخرا، كثير من اللي كانوا من عوائل فقيرة أو كانوا من عوائل عادية أو متوسطة يكون فيهم أحد أبنائهم أو بناتهم نابغة، تعلم بسرعة، اكتشف فكرة أشتغل عليها، كون فرق عمل، كان في كثير من السمات والصفات اللي خلته يتطور. ولكن في هنا حاجة مهمة جدا هي اللي أنا بوصل لها يعني في نهاية هذا الكلام، إنه حتى وإن ولد الشخص بجينات أو بصفات أو بسمات ما طورها وما اشتغل عليها وما صقلها، تمام، ما راح يصير رائد أعمال. أكيد حيكون في عنده خلل في مكان ما، لأنه ما هي كذا بس بالفطرة، في أشياء كثير لازم تتدرب عليها ولازم تشتغل عليها بشكل جيد. طبعاً في أمثلة كثير محلية، وأنا أحب دائماً أجيب الأمثلة المحلية، ما أحب العالمية والدولية، لأجل أنه لازم نعرف أنه ترى يعني في مننا وفينا ناس كثيرين بدأوا رحلتهم الريادية. هذه أمثلة فقط، مجرد أمثلة، ما أميل لأي أحد فيهم. ودائما انا احب استعرض رائد الاعمال اللي اسس سماءات، يمكن تعرفوه، ولكن حاشغل لكم الان بس مقطع بسيط، نسمع من كلامه اشياء قالها ونناقشها مع بعض، تمام؟ يلا. مرحله المتوسط الثانويه وبدايه نهايه المتوسط، بحكم اني معرض سيارات قديمه ومعرض النسيم، فكنت اروح تقريبا كل
ويكند وحتى ايام السوق، واحاول اكون طبعا ما كان في راس مال، فكنت احاول يعني اجيب سياره الفلاني، ابحث عن سياره واخذ عروض هنا وهنا. تعلمت منها كثير، تعلمت منها في طريقه الاقناع، طريقه المفاوضات مع الناس، عمري صغير مش كبير يعني. طبعا تخرجت من الثانويه وكان معدلي يعتبر ممتاز وقتها، ما كنت متفوق بدايه حياتي، يمكن بدايه يعني البدايه كانت متوسط، متوسط اعلى، الثانويه كنت اعلى بكثير. بعدها كنت مؤهل اني ادخل كليه الطب، لكن وقتها صريت انه هذا المجال المناسب لي، على الرغم اني كنت في حاله ثانوي لانه ما كنت اشوف نفسي فيه ابدا. بعدها توجهت الى كليه الهندسه، كنت اسال وش اكثر تخصص مستقبله يعني كبير وايضا فيه فرص وظيفيه عاليه ورواتبهم عاليه. فقلت هندسه كهربائيه، دخلت هندسه كهربائيه. بعض الناس ممكن يقرا مقاله او كتاب او فيلم ياثر فيه بشكل كبير ويخليه يعيد التفكير مره مرتين ثلاث. فهذا من ضمن الموقف، هذا هو من ضمن الاشياء اللي خلاني افكر كذا مره. دخل في اخر فصل في الجامعه من اخر محاضرات، فدخل الدكتور خالد المعشوق الله يذكره بالخير، دخل قال 5% منكم لن يتوظف. وفعلا نفس الكلام اللي صار اللي قاله صار، بس ابغى 5% منكم يوظفون باقي الطلاب. في جزء من الشباب اللي كانوا يريدوا قاعه ما توظفوا، وظفوا وانشوا البزنس الخاص فيهم وشركاتهم الخاصه. فاذكر كان جاء عرض جدا غريب من احد الشركات اللي تابعه شركه اتصالات، وعرض جدا ممتاز قد يكون يوافق عرض عضو هيئه تدريس في ذلك الوقت يعني من ناحيه ماديه، وطبعا لكفاءته وايضا لانجازه في المشاريع البحثيه المشاريع الهندسيه اللي اشتغل فيها. اكثر شيء بالنسبه لي اكثر شيء يسعدني ومش انا لحالي، حتى الشباب المؤسسين معي، المهندس بدر والمهندس سامي، مجرد ما اصحى الصباح وادخل المكتب تشوف الموظفين موجودين والموظفات، يعني اكثر من 150 شخص هذا كلهم موجودين اليوم بسبب فكره بسيطه كانت قبل 6-7 سنوات وتعبي شوي، وصارت هذا الكيان ما يمثل فقط عمل، صار يمثل مصدر دخل لهم ولعائلاتهم. فلما تستشعر هذا الشيء شعور عظيم جدا، يعني شعور دائما اذا ضاق صدري بنشاط معين استشعر هذا الشيء داخليا واحس براحه واطمئنان كثير. كان عندنا مشروع تخرج انا اثنين من الزملاء معي، وكان مفروض علي اني نسوي موبايل ابلكيشن، تطبيق الجوال. هذا كان قبل 8 أو 9 سنوات. فبحثت وقتها مين اللي ممكن يسوي هذا الشيء من الشركات الموجوده في السعوديه، ما كان في ولا شركه. فعليا ما كان في موجود ولا شركه متخصصه في هذا الشيء. فعلى طول يعني قلت هذه فرصه ممكن واحد يستفيد منها، خصوصا انه وقتها كنا نسمع بشيء اسمه ايفون، شيء يعني الناس اللي بدأوا يستخدمونه، وفي نفس الوقت نسمع عن الاجهزه الذكيه ومستقبلها، وقرأت فيها شوي يعني حسيت انه هذا مستقبل. فقلت لازم من بكره اسس مؤسسه ولا شركه في نفس المجال. بس ما كان عندي راس مال، ما كان عندي خبره، ما كان عندي شيء. بس كانت هذه الفكره في بالي انه لازم انفذها اليوم ولا بكره متى ما كان الوقت مناسب. فبحثت عن شخص شريك يكون مساعد لي في جزئيه البرمجه، وانا اكون في الجانب التسويقي والاداري، ونكمل بعض ونقدر ننطلق مباشره. فلقيت شخص مهتم ويعمل في احد الشركات المميزه العالميه في هالمجال، طبعا اللي هو المهندس بدر الدريع، مسي بالخير. لما بدينا في المؤسسه قال طيب كم نحط راس مال؟ انا الحين في الجامعه لسه. فقلت ليش نسوي راس مال ومدري ايش؟ احنا ما نحتاج لا مقر ولا نحتاج موظفين حاليا ولا نحتاج شيء. السجل التجاري طلع بكره وعلي مشاريع، انا اجيب مشاريع ومن المشاريع نفسها هي تصير يعني تكون بدايه يعني الشركه. قال شوف المشاريع. رحت اليوم الثاني طلعنا سجل تجاري اللي هي الشركه الان حاليا اللي هي شركه سماعات قبل تقريبا 6 سنوات، وبديت ابحث عن اول عميل. وهنا عاد قصه ثانيه. ما اعرف اسوي شيء، فقط عندي يمكن ميزه اني اعرف اقنع الناس، لكن ما اعرف يعني الشيء اللي بسوق له جديد. وانا اروح وانا من العملاء ممكن اسالفهم، فرحت الكليه نفسها توني في الجامعه. فطلعت لكليه الهندسه، رحت لعميد كليه الهندسه دكتور خالد الحميزي الله يذكره بالخير. ما اعرف ولا قد قابلته ولا اصلا قد دخلت العميد وقتها. طبعت لي ورقه اي 4 فيها مزايا التطبيق، فدخلت عليه قلت له دكتور حنا انا يعني شلون الكليه مرموقه مثل كليتنا ما عندها تطبيق خاص بالجوال. طبعا قدم لي عرض، عرضه لم يكن يعني مقدم بشكل احترافي لانشاء تطبيق
كلية الهندسة. لا أوكي كان ممكن جدا سهل رفضها لكن وجدت في نوع من القبول. ووقتها حسيت إني أقنعت، بس بعدين اكتشفت إنه هو كان عزيزي بس يدعمني لأكثر. وافق. قال لي خلاص كم السعر؟ المشكلة كنت محضر كل شيء للسعر، ما أعرف كم السعر. رجعت قلت له اليوم الثاني بنشوف الإدارة المالية عندنا. ما في لنا صاحبي. فرجعنا رجعت لخوي قلت الموضوع كذا وكذا والرجل وافق. ونبدأ. كم يكلف؟ قال أتوقع يعني في حدود 12 منطقي. يعني حتى هو ما كان عنده خلفية من موضوع الأسعار. قلت 12 كويس، 6000 6000 كويس، نبدأ فيها. طبعاً تقدروا تشوفوا الجلسة كاملة موجودة على يوتيوب، ولكن في أشياء مهمة كثيرة نتعلمها طبعاً من المقطع هذا. أولاً هو كان ساكن في منطقة تمام قريبة من معارض سيارات، وهذا الشيء أعطاه فرصة فإنه خلال الويكند وخلال الأيام والإجازات يقدر يروح ويتعلم كيف يبيع، كيف يفاوض، كيف يسوي الأشياء هذه كلها. في كمان أشياء ثانية، الإصرار. يعني الرجال كان مصر تماماً ومصمم، هذا الشيء خلى حتى عميد الكلية يمشي له الموضوع، مع أنه قال ترى ما كان احترافي، لكن لما شاف أنه في إصرار وشاف أنه معاه شريك وشاف أنه في شغف قام أعطاهم الفرصة. وهي كذا الحياة، تجيك فرص كثير في حياتك مو لأجل أنك قوي جدا، مو لأجل فقط أنه المنتج اللي عندك رائع والخدمة والحل عندك، أسلوبك، طريقتك، شغفك، إصرارك، تحملك، أشياء كثير. خلونا نشوف كثير من الصفات اللي الحقيقة لازم نتعرف عليها ونتكلم عنها بشكل أكثر. ولكن قبل ما أخذها أبغى أشوف أول شيء تعريف رائد الأعمال هنا. وكتعريف عام، رائد الأعمال هو الشخص اللي ينظم ويدير أي منشأة وخصوصاً الأعمال التجارية، تمام؟ مو بالضروري تكون شركة، ممكن تكون مبادرة، ممكن تكون إيفنت، ممكن يكون موسم معين. فمين اللي يديره بشكل ريادي بشكل مختلف، وخصوصاً أن هذه المبادرات سواء كانت شركة أو مشروع أو غيره تصاحبه أو يصحبها مخاطر كبيرة. زي ما قلنا في البداية لما تكلمنا على مفهوم ريادة الأعمال، قلنا دائماً تكون مصحوبة بالكثير من المخاطر. في تعريف آخر اللي هو رائد الأعمال الشخص اللي ينظم ويدير ويأخذ بعين الاعتبار المخاطر اللي تواجه العمل التجاري أو المشروع. إذن هذولا تعريفين على السريع لرواد الأعمال بشكل عام، ولكن خلونا نشوف الآن إيش في من سمات مهمة جداً، ونبي نعرف ليش هذه السمات مهمة لرواد الأعمال. أولها الرؤية. إذا رائد الأعمال ما عنده رؤية بعيدة المدى وما يشوف وين أهدافه وما يعرف بالضبط وين رايح، فهنا ما راح يكون أي عمل يقدم عليه أو حتى هو كشخصية ما راح يكون ريادي. لأنه الرؤية أحد أهم سمات رواد الأعمال، أنه ما يكونوا من الناس اللي بس قاعد يناظر تحت رجوله وش اليوم عنده، لازم يشوف لأبعد. يعني مو بس لأسبوع، مو بس لشهر، لأبعد، اللي من هنا إلى نهاية السنة ويشوف إيش بعدها. يعني لازم يكون عنده هدف بعيد المدى، لازم يكون عنده بوصلة يمشي عليها لين يوصل للهدف. هذول الناس اللي ما عندهم هذه الرؤية ما أعتقد إنهم رواد أعمال، لأنه في كثير من الأشياء وفي كثير من التحديات اللي تمر عليهم راح تخليهم يتخذون قرارات خاطئة، ما راح يركزوا في مشاريعهم، ما راح يركزوا في الأهداف، ما راح يركزوا في المبادرات ولكل شيء يسووه لأجل أنهم يوصلوا للهدف اللي المفروض يوصلوا له. أحد السمات الأخرى المهمة جداً اللي هو الإصرار. بدون الإصرار كيف راح نكمل؟ تتذكروا السلايد اللي أول حطيناه اللي فيه كيف الحياة وكيف الواقع وكيف من فيه من حفر ومن جبال ومن من تحديات كثيرة. كيف راح نوصل إذا ما عندنا هذه الصفة؟ الآن مثلاً لو نشوف الأخ أحمد الجبريني اللي عرضنا من شوي، تمام؟ كيف كان راح يكمل وهو ما عنده ولا شيء ولا أسس ولا فيه إلا هو خويه حسب ما قال،
وراح لي وقاعد يدور وما عنده عملاء. وسمعتوه يمكن بنفسكم قال ما أعرف، ولكن ما أعرف هذه ما كانت سبب إنه تخليه يوقف. كان مصر وقام يجرب على قد ما يقدر، جرب هنا جرب هنا، وجرب بأقرب شيء عنده وراح لعميد كليته، وبسبب إصراره أتيحت له الفرصة. هل هي كانت ضربة حظ؟ يمكن البعض يسميها ضربة حظ. بالنسبة لي أنا أعتبر أنك تكون محظوظ أكثر كل ما اشتغلت أكثر، كل ما اجتهدت أكثر، كل ما عرضت نفسك قدام الحظ لأنه يجي ويعني يصطدم فيك. هذه هي، لأنه اللي قاعد في بيته نايم وين الحظ هذا؟ بيدق عليه الباب يقول له أنا جيتك؟ لا، اطلع دور على الحظ اللي أنت تقول عليه هي بالحظ. فهو لأنه طلع ولأنه راح وجاء واشتغل وسار لف وما استسلم، فعلا كان محظوظ جدا بأنه العميد وافق على مستواهم الضعيف وعلى حتى عرض البروبوزل حقهم الضعيف لأجل أن يعطيهم فرصة. تمام، خلينا نشوف برضو السمة أخرى مهمة جدا، قدرة التحمل. قدرة التحمل طبعا تختلف عن الإصرار، الإصرار هو الشيء اللي يخليك مستمر، ولكن قدرة التحمل راح تجيك ضربات قوية، راح تمر بظروف صعبة. خلونا نتكلم مثلا عن الظروف الحالية، هذه مين يقدر يتحملها؟ صعب. فقدرة التحمل هي مو مسألة انك تنضرب وتقول اوكي اقدر انضرب كمان، لا، لازم تكون ذكي، تعرف انت هذه العقبات وهذه التحديات كيف ممكن تتعامل معها وكيف ممكن تتحملها، كيف تخطط وتسوي سيناريوهات سابقة تخلي لما تجي المشكلة او الأزمة تقدر تتحمل. فهي مسألة ذكاء، يعني مش قدرة تحمل جسدي انه جسديا انت قوي، لا، هي هنا. فهل انت تقدر تتحمل هذا كله؟ الآن في ظل الظروف الحالية في ناس ما قدروا يتحملوا وقفلوا مشاريعهم، ولكن هل حسبت تكلفة تكفيل مشروعك أو تكلفة تحمل الفترة هذه لما يرجع إن شاء الله كل شيء ونبدأ، أو إحنا الآن بدينا فعلا في مرحلة العودة للنشاط، ولكن هل حسبتها؟ هل تعرف فعلا تتحمل؟ هل عندك هذه القدرة؟ هل أنت عندك من المهارات والمعلومات وكل شيء يخليك يعني قادر على التحمل؟ في أسئلة كثير أعتقد أنتم أدرى بإجاباتها، لأنه لكل شخص على مستواه الشخصي يعرف أكثر من غيره. فخلونا نسأل نفسنا، هل عندنا هذه الآن؟ بس الثلاثة هذول اللي تو ذكرناهم، لسه في غيرهم بنشوفهم الآن مع بعض. القيادة، القيادة بحد ذاتها أحد أهم السمات، مو بس في عالم ريادة الأعمال، حتى في الوظائف والشركات وفي كل شيء القيادة مهمة جدا. والقيادة فيها الكثير من المكونات، القيادة فيها مهارات كثيرة ممكن أعددها الآن لكم بسرعة، من ضمنها حل المشاكل، من ضمنها تدريب وتعليم الآخرين، من ضمنها كيف تكون قدوة تخلي الناس يثقون فيك وتكون قدوة لهم، من ضمنها أنه تفكر بشكل استراتيجي، يمكن تشابه برضو مع السمة الأولى اللي احنا قلناها الرؤية. في الكثير من السمات والصفات اللي يتميز فيها القادة، ولازم نقرأ عنها ونعرفها لأجل نعرف هل أنا قائد ولا مدير. طبعاً في فرق ما بين المدير والقائد، القائد مختلف تماماً، والقائد هو الأنجح وهو اللي الناس تحبه أكثر وهو الناس تثق فيه أكثر وهو اللي فعلاً يكون قدوة للآخرين. فهذه أحد الصفات الهامة جداً، ليش القيادة لرائد الأعمال؟ لأنه راح يبني عمل، راح يبني شركات، راح يبني بزنس، فمن خلال بناء هذه المشاريع حيكون عنده ناس، حيكون عنده أشخاص يعملون معه. فإذا هو ما عنده من المهارات القيادية هذه اللي تمكنه فإنه هو يأخذ فريق العمل هذا في اتجاه تحقيق أهدافه المؤسسية، فبالتالي راح يفشل. لازم يكون قائد، لازم هو مثلا يعلمهم كيف يقوموا بالعمل، لازم يكون معاهم، يعني لازم يسوي أشياء كثيرة لأجل أنها تنجح مشروع. طيب، المرونة، هذه أحد السمات الهامة جدا برضو في رواد الأعمال. والمرونة هذه هي اللي تخليك تتقبل الصدمات، تتقبل التغيرات الكثيرة وتتعامل معها. مرة ثانية راح أخذ المرحلة اللي سبقت هذه المرحلة الحالية، واللي هي كانت مرحلة الإغلاق التام خلال الأزمة هذه. في ناس ما كان عندهم مرونة، كان شغلهم تقليدي عبارة عن محل في أي شارع تجاري أو صالون تزيين نسائي أو أي شيء، يعني عمل مشروع تقليدي، يوم أغلق كل شيء خلاص هو أغلق. في بعضهم استسلموا وقفلوا لأنه ما هو مرن، ما عنده من المرونة اللي تخليه يغير نموذج عملي ويتجه مثلا إلى
الحلول الإلكترونية فيقدم خدماته إلكترونية أو يبيع منتجات إلكترونية اللي هي التجارة الإلكترونية سواء كانت لمنتجات أو خدمات. في ناس ما عندهم المرونة فإنهم يغيروا من أسلوب تعاملهم مع مقدمي الخدمات والموردين. في ناس ما عندهم مرونة فإنهم يغيروا أساليب كثير في حتى طريقة تغليف منتجاتهم، أو إنهم يسووا أو يقوموا مثلاً بالمواصفات التي تتطلب مثلاً التباعد الاجتماعي إلى آخره. فالمرونة أحد الأشياء الهامة جداً اللي لازم تكون في رائد الأعمال. طيب إيش كمان من الصفات اللي عندنا المهمة؟ معالجة الالتباس أو إحنا نسميه conflict، هذه أحد الأشياء المهمة، واللي لما يكون عندك فرق عمل أو يكون عندك أعمال بشكل عام لازم تنتبه وين النقاط اللي يصير فيها تضارب، إيش الالتباس، فين تضارب المصالح، فين الأشياء اللي الفريق مو فاهمها لأجل أنك تشرحها وتوضحها لهم. هذه الأشياء كلها هامة جدا لأجل أنكم تقدروا تستمروا في أعمالكم التجارية كرواد أعمال. المخاطر، ويمكن نشوفها هذه حتى في التعريف، في تعريف أو في مفهوم ريادة الأعمال، وحتى في تعريف أو تعريف أو رائد الأعمال. إذا هو ما يعرف يأخذ المخاطر في عين الاعتبار، وبتشوفونها حتى مكتوبة هنا من جنب أنه هو يدير أعمال عادة تصحبها مخاطرة كبيرة، إذا هو ما يعرف أو قلبه مو قوي فما صار رائد أعمال، لأنه هذه أهم الأشياء وتشوفونها حتى واضحة تماماً في كل المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال وتعريف رواد الأعمال. إذا هو قلبه مو قوي ما راح يقدر يستمر. وبعدين قوة القلب هذه ما هي شيء عشوائي، يعني مو بس إنك شجاع وبطل وتطلع تخبط، لا، لازم تتعلم كيف تحسب المخاطر، لازم تتعلم كيف تتعامل مع المخاطر، لازم تحط سيناريوهات مختلفة تماماً أو مختلفة أو متعددة في التعامل مع المخاطر. إذا صار كذا بنسوي كذا، عندي خطة ألف عندي خطة باء. مثلا يحسب المخاطرة، يشوف حجمها، طيب لو لا سمح الله خسرنا وهذا شيء وارد، لو خسرنا هل حنقدر نكمل أو لا، إيش الخطة التالية، يحسب درجة المخاطر عشان يعرف هل يدخل في الشغلة هذه أو لا، يدخل فيها إلى أي مدى، إلى أي حد. فمسألة حساب المخاطر وأخذها بعين الاعتبار هذه شغلة مهمة جدا لازم تأخذ بعين الاعتبار. الشغف مهم جدا، بدون الشغف ما راح تستمر، هذا هو الوقود اللي بيوصلك. والشغف هنا مو شرط يكون الشغف بمشروع معين ترتبط فيه عاطفيا وتفضل شغوف فيه، فإذا فشل أنت أحبط تماما، لا، خليك شغوف بالنجاح أينما كان، سواء في مشروعك الحالي أو مشروعك التالي أو مشاريعك المستقبلية. لا تربط شغفك بمشروع واحد وبهدف واحد وبالتالي في حال أنه لا سمح الله فشل أو كانت النتائج سيئة أنك تحبط تماما. خلي شغفك بالنجاح، أنا أبغى أوصل، أنا أبغى أنجح، أنا أبغى أصير رائد أعمال مثلاً ناجح وأخدم مجتمع كبير، أوظف الكثير من الموظفين، أصير غني واللي معي بعد كلهم يصيروا أغنياء، أدخل في شراكات، استحوذ على شركات. خلاص خلي شغفك عالي المستوى، لا تخليه مربوط بفكرة أو بأشخاص معينين، فلو لا سمح الله ما مش الحال معاهم أو مع المشروع أو مع الأشخاص هذول تحبط. انتبه، لأنه هذه أحد النقاط الجيدة أو المهمة جدا اللي تخليها في 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 يعني في بالك. الابتكار، وهذه برضو أحد السمات الهامة جدا اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار. مو من الضروري إنه يكون الابتكار يتعلق فقط بالاختراعات، ومو لازم الابتكار يكون فقط في التقنية. الابتكار أنت تكون عندك هذه المهارة اللي تخليك تبتكر حل لمشكلة، هذا هو الابتكار اللي نتكلم عليه. هنا ما نبغاك تبتكر جهاز ولا نبغاك تبتكر تقنية، هنا المطلوب في رائد الأعمال إنه يبتكر حلول لمشاكل أو لاحتياجات. عشان كذا كثير من الناس لما يسألونا من وين نبدأ لما نبغى نأسس مشروع، أنا دائما أجاوب عليهم بإجابتي هذه الكلاسيكية المعروفة جدا، واللي هي مو أنا اللي مبتكرها، هذا علم رياد الأعمال اللي يقول عليها، ابدأ من المشكلة، ومن المشكلة ابتكر حلول، أو من الاحتياجات ابتكر حلول. وطبعاً الاحتياجات لا تتعلق فقط باحتياجات الناس الأساسية اللي هي أكل شرب مدري، الاحتياجات لها احتياجات، في لها سلم، في تعدد. يعني لو تشوفوا أو تبحثوا في الإنترنت عن حاجة اسمها هرم ماسلو، هرم ماسلو للاحتياجات بيعطيك من تحت من أسفل الهرم إلى أعلى الهرم، يعطيك من الاحتياجات البسيطة الإنسانية أقل شيء اللي هي الأكل الشرب النوم إلى آخره،
إلى أعلى الهرم اللي هو مثلا احتياجات تحقيق الذات. إذا في فئات من العملاء ومن المجتمع عندهم احتياج مهم لتحقيق الذات. في بعضهم يبغى يشتري طيارة خاصة، ليش؟ احتياج. يعني لو إحنا سمعنا الكلام بالطريقة المجردة نقول هو إنه والله هو محتاج يشتري طائرة خاصة، نقول لا هذا مو احتياج يا أخي، تقدر تركب طيارة عادية. لا، هو وصل لمرحلة إنه صار عنده من احتياج تحقيق الذات وإرضاء الذات ويمكن البرستيج أو المستوى اللي هو وصل فيه صار محتاج هذا الشيء، فلازم نعي هذه الفئة عندها هذا الاحتياج المعين. ممكن تكون سيارة فخمة، ممكن تكون بيت ملك، ممكن إلى آخره، تمام؟ إذا الاحتياجات تختلف حسب هرم الاحتياجات. فأنصحكم اللي مهتم بهذه الجزئية يقرأ أكثر فيها ويتعلم ويشوف وش الأدوات اللي تساعده في ابتكار حلول ويعني عبارة عن خدمات أو منتجات لهذه المشاكل أو لهذه الاحتياجات بشكل عام. أحد الصفات المهمة جداً كمان في رواد الأعمال اللي هي التطوير. لازم تطور حالك أول بأول، لا تفترض أنه أنت اليوم تعرف كل شيء. فأي شخص، وأنا بنصحكم نصيحة أخ، إذا أنت تفترض أو تتوقع أنك متطور وما تحتاج أنك تتطور أكثر، فثق تماماً أنه عندك مشكلة. راح توقف مكانك، الآخرين كلهم بيسبقونك وأنت واقف في المكان اللي على بالك أنت وصلت فيه لمستوى عالي جداً وما تحتاج تطور حالك. الآخرين كلهم بيسبقونك، الأجيال كلها راح تتقدم عنك إلا أنت. في كثير من الشركات شفناها وصلت لمرحلة لما ما طورت نفسها وما واكبت الأحداث الجديدة والترند وسلوك المستهلكين فشلت وخسرت. ومن أشهرها يمكن قصة شركة نوكيا اللي طلع رئيسها يتكلم هو يبكي يقول ما إحنا عارفين وش اللي سويناه غلط. اللي سويته غلط يا صديقي إنه أنت ما فهمت الترند وين رايح وما مشيت على الترند. كان عندك من الكبرياء بما فيه الكفاية إنكم كنتوا شركة رائدة، ونعم كانوا شركة رائدة في أيامهم، ولكن ما مشيوا مع سلوك المستهلك والتغيرات هذه في سلوك الناس والترند الجديد، وما عرفوا فعلا يواكبوا هذه التغيرات والتطورات التكنولوجية إلى آخره. فبالتالي ما تطوروا بما فيه الكفاية، فبالتالي خسروا. وهم كانوا الليدرز، يعني كانوا رواد السوق أو سوق الجوالات في ذيك الأيام. تقبل التغيير، وطبعا في برضو علاقة جيدة أو علاقة وثيقة ما بين المرونة وتقبل التغيير، ولكن اللي أقصد فيه في التغيير تغيير المناخ، تغيير سلوك الناس، تغيير أذواق الناس، الكثير من التغيرات. كثير من التغيرات تحصل وبتحصل كل يوم، ولا وكل ما نعيش أكثر كل ما صار التغيير أسرع. التغيير اليوم صار سريع صاروخي، كل شوي يتغير شيء، كل شوي يتغيروا الناس في توجهاتهم، في ذوقهم، في أشياء جديدة، تغيرات في تكنولوجيا، تغيرات اقتصادية، تغيرات جغرافية أو جيوسياسية، تغيرات كثير قاعدة تصير. فإذا أنت من النوع المتصلب اللي يعاند وما يبي يغير القديم، هذه مشكلة، وخصوصا للناس اللي تعودوا مثلا على التجارة التقليدية والأسلوب التقليدي. تيجي تقنع الآن على التجارة الإلكترونية يقول لك لا لا لا، حنا صار لنا سنين نشتغل كذا وقاعدين نسوي فلوس، خلاص خلي كيفك. حيجي اليوم السنينك هذه اللي فاتت راح تنتهي، وراح تصير في سنين جديدة لو ما عرفت كيف تواكبها راح ينتهي عملك وتغلق عملك تماما. وشفنا الكثير من أمثلة المشاريع أو المنشآت اللي خسرت وأغلقت بشكل تام، وكان لها عشرات السنين سابقا تشتغل وكانت متفوقة وكانت تسوي وتحصد الكثير من الأرباح. السمة الأخيرة اللي حبيت اليوم أعرضها أو أتكلم عنها اللي هي الحث الذاتي. كيف أنت تحفز نفسك بنفسك ويكون عندك هذه الصفة أو السمات هذه اللي تخليك ما يحتاج أحد يجي يحفزك، أنت تعرف تحفز نفسك. وهذه فيها جزئية مهمة جداً اللي هي أنت لازم تعرف وش الشيء اللي يحمسك، لأنه الإنسان يمكن أحياناً ما يقدر يسيطر على كيمياء جسمه وكيمياء مشاعره هذه. يعني غصب عنك مثلاً في أوقات الأزمات تكون متأزم نفسياً، تكون مالك نفس تشتغل، تكون مستسلم. لا، ابحث عن الأشياء اللي تحفزك، قد يكونوا أشخاص، قد تكون جلسات ورش عمل مثل هذه، قد تكون أي شيء آخر، قد يكون كتاب، قد يكون مقاطع فيديو في يوتيوب تعليمية تحفيزية. أنت أدرى عن أي شخص آخر، لأنه أسلوبك في التعلم يختلف عن أسلوبي، يختلف عن أسلوبها، يختلف عن أسلوبهم. أسلوبك في استقبال المعلومات والتعامل معها مختلف عن الجميع. فهذه مجموعة من الصفات اللي حبيت أستعرضها وأتكلم عنها. يعني أتمنى
انها تؤخذ بعين الاعتبار، لانه رائد اعمال بدون هذه الصفات، وفي في غيرها ولكن هذه الاهم، رائد اعمال بدون هذه الصفات ما اعتقد انه يكون رائد اعمال، لانه اي نقص من هذه الصفات راح يخلي عنده خلل في التوازن. تمام، فهذه صفات مهمه لازم يتسم ويتصف فيها رواد الاعمال لاجل تمكنهم من الاستمرار في رحلتهم الرياديه. طيب، في كمان عندي تمرين جميل هنا بصراحه لكم انتم، يعني ما مو لاجل انكم تحلوه وتعطونا النتائج، لا، ابغاكم انتم بنفسكم تجلسوا عليه كذا وتركزوا عليه وتحاولوا انكم تكتشفوا ذاتكم من خلاله. خلينا نشوف مثلا اول نقطه، هذه اللي في النص اعتبروها هي نقطه الصفر. تمام، اذا انتم تشوفوا الان صار عندنا زي المروحه فيها هذه الصفات اللي تكلمنا عليها. تمام، وفي النقطه هذه السوداء اللي تشوفونها في النص، خلينا نقول هذه النقطه الصفريه. ابغاك من النقطه الصفريه لين نفس الصفه نفسها تشوف انت وين في هذا الخط. لنفرض انه هذا الخط اللي يقول انه انت ضعيف ولا متوسط ولا متقدم جدا، وتبدا طبعا تقدر تصور الصفحه، صوروها الان في حال اذا انت تبغوا تستفيدوا من هذا الاكسرسايز او هذا التمرين، لانه الان حوريكم كيف تشتغلوا عليه. فهذه هي النقطه الصفريه، وهذه اللي تشوفونها في المروحه هذه كلها عباره عن صفات رياديه، وتبغى تشيك الان تشوف هل عندك هذه الصفات بحد معقول او لا. تمام، تبدا تحط نقاط، تبدا تحط نقاط. مثلا انا في الابتكار لا والله مو مره من النوع اللي اعرف ابتكر حلول، ف يعني متوسط او اقل من المتوسط، لكن في الاصرار اعرف نفسي انه لا عندي اصرار، ولكن مو مره يعني اقرب الى الجيد، حطيت لنفسي فوق المتوسط وكذا، يعني اجي امسكها واحده واحده، معالجه المشاكل، المخاطر، التحمل، تقبل التغيير، القياده، الشغف، الحث الذاتي، التطوير، والرؤيه والمرونه. تمام، بعد ما تحط نقاط بالطريقه هذه، طبعا هذا حسب تقديرك انت الشخصي بنفسك، قد تكون مخطئ حتى في حق نفسك على فكره، وممكن بعدين تتجه لاي اشخاص ممكن يساعدونك في اكتشاف ذاتك، او تشوف الاختبارات اللي ممكن تساعدك على هذا الشيء. ولكن بعد ما تسوي هذا العمل، في شيء مهم الان لازم تسويه، حاول تشوف النقاط اللي عندك فيها ضعف. تمام، يعني شوفوا مثلا في هنا، لو نشوف هذه بشكل عشوائي، هذا مجرد مثال يا جماعه، في مثلا الاصرار اذا كان عندك متقدم، الحث الذاتي لا باس، التحمل اوكي، المرونه اوكي، بس في عندك نقاط فيها اقل من المتوسط، زي معالجه المشاكل، زي القياده، فهذه حاول تركز عليها شويه اللي عندك فيها ضعف. تمام، ونفس الشيء حاول تشوف الاشياء اللي فيها عندك نقاط قوه، برضو حاول تحددها، وحاول تستوعب الوضع الحالي. شوف انا حاط لكم مربعات الان في الجنب تقول لكم وش اللي المفروض تسويه، حاول تستوعب الوضع الحالي بعد ما تطلع بالنتائج هذه، وبعد ما تشوف نقاط ضعفك اللي مره ضعيف فيها وتشوف الاشياء اللي قوي فيها، اسال ليش. طيب ليش انا ضعيف في هذه؟ ليش انا ضعيف؟ يعني يمكن يكون في الابتكار ما اقرا او ما اطلع او ما اشوف سيناريوهات مثلا تاسيس مشاريع جديده، او حتى على مستواك الشخصي يا صديقي، حتى لو ما كنت انت لك في المشاريع ولا غيرها، يمكن انت ما تعرف تبتكر حل حتى في بيتك، حتى اي مشكله عندك، طاوله تنكسر ما تعرف تصلحها او ما تعرف تسوي لها حل يعني. فاذا انت كنت في الابتكار ضعيف، يمكن لانك ما بتمارس، يمكن لانك لا بتشاهد، يمكن ما تعلم، فقد تحط لنفسك خطه انك انت تطور نفسك في هذا الجانب، ونفس الشيء بالنسبه لكل نقاط الضعف. اذا شوف الوضع الحالي، شوف اسباب الضعف، شوف نواحي التطوير، وين ابغى اتطور، واعطي لنفسك اولويه. يعني ممكن هذه الاربعه اللي حطينا عليها دائره حمراء تكون هي الاولى، تشتغل عليها اول، بعدين تروح للي بعدها اللي احسن منها شويه، بس تكون اقل من النقاط الخضراء. فتحدد نقاط او نواحي التطوير وتحط لنفسك اولويه فيها، وبعد ما تصير عندك الاولويات واضحه تحط لنفسك خطه. ايش الخطه الان؟ كيف راح اتعلم؟ حاول انك تكتشف ايش الطرق اللي انت من خلالها تتعلم بشكل افضل. هل مره ثانيه بقراءه كتب؟ انا شخصيا ما احب اقرا الكتب، احب اطالع فيها، اخذ المفيد واخذ الكتاب اللي بعده. هذا شخصيا، ممكن في ناس غيري زيي، في ناس يمكن يحبوا يقروا الكتاب من الجلده للجلده، يستمتع بهذا الشيء، كيفك، هذا شيء راجع لك، طالما هذا الشيء بيخليك تتعلم بشكل افضل. ولكن كمان احرص على الوقت، يعني لا تتخذ او منهجيه او اسلوب في التعلم يحرق وقتك. الوقت اللي انت بتقرا فيه كتاب تقدر تتعلم تقرا فيه 10 كتب، في طرق كثير تساعدك في انك تكون سريع، فانت لازم تكون سريع. وهذه واحده من برضو على فكره من الصفات المهمه جدا لرواد الاعمال، السرعه والدقه في نفس الوقت، فانك كيف توزن بين الاثنين
هذه شغلة مهمة جدا. فأتمنى إن شاء الله يعني التمرين هذا يكون مرجع جيد لكم في أنكم تحاولوا تكتشفوا نقاط الضعف أول شيء الوضع الحالي أو أسباب الضعف ونواحي التطوير والأولويات وخطة التطوير اللي ممكن تسويها لنفسك، وعساكم على القوة. يعني إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة وهذا المحتوى، وأنا مستمتع جدا بصراحة بوجودي معكم. الوقت انتهى، ما أدري إذا في أسئلة، خلينا نشوف. أعتقد كل الأسئلة أو الأسئلة إلى الآن بصراحة ما في أحد سأل، يعني في تعليقات لكن ما في أسئلة واضحة. وأتمنى يكون هذا مؤشر جيد إنه الموضوع يكون واضح وواصل لكم بكل سهولة. استمتعت بوجودي معكم، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، أخوكم بندر الجنيدي، ونشوفكم إن شاء الله في جلسات أخرى. يعطيكم العافية، فما إلا.